حدث معسكر من حوالي أسبوعين وكده، معسكر قادم من صلاة العصر، كان يوم خميس. يوم الخميس ده كان موافق 26/7. هو بعد ما هو قادم من صلاة العصر قعد بجوار المنزل كده، كان بيقرأ قرآن وكده، فسمع صويت وصياح عالي جدا جنبينا كده، جنب جيراننا كده. فاتجه لل كان معاه المصحف في ايده، ادى المصحف ده لعمته وراح يشوف ايه الصويت اللي حصل. لقى صويت وطوب بيتوه واطفال صغيره في الارض. فهو بيدخل اللي هو الاسرتين اللي كانوا بيشجروا مع بعض، اسره مكواجي نصراني واسره تانية مسلمه منها والد كهربائي كان بيشجر مع المكواجي ده، فشجروا مع بعض. فالنصراني ده داخل البيت وهو واخوه وابوه ووالدته مرات اخوه وابن عمه، فقفلوا على بعضهم البيت وطلعوا فوق المنزل، بدأوا يحدفوا ايه مولوتوف. وهو معاذ بيدخل الحريم وبيقول لهم، بيهدد الجو وبيشيل الاطفال بعيد عن المولوتوف والطوب ده. معاذ خد واحدة مولوتوف جت في وشه، خدنا وتوجهنا بيه المستشفى عندنا اسمها مستشفى الجمعية الشرعية دهشور، عملت له إسعافات أولية. توجهنا بيه المستشفى الحوالمدية العام، أقرب مستشفى لينا، ودي أسوأ مستشفى شفتها في مصر. لم يرقى بها عناية كاملة. استمر في المستشفى دي 2 أو 3 ساعات، ثم توجهنا بيه المستشفى الحلمية العسكري اللي رفضت قبوله لأنها ما بتقبلش نسبة الحروق إلا بنسبة 35-40%، كانت نسبة حروق معاها 70%. دخلنا برضك المستشفى الحلمية العسكري دي بس بعض وساطة برضك من بعض الناس يعني، لأن هي عسكري ما كانتش بتقبل مدنيين. معاذ استمر في المستشفى دي من يوم الخميس اللي هو حصل فيه الحادثة من 26/7 لحد يوم 31/7 الساعة 8 الصبح. 31/7 كان موافق يوم الثلاث، توفي يوم 31/7 الساعة 8 الصبح. لكن بعد وفاة معاذ قامت بعض الصحف بالكتابة، ولا يتهم كتبت، لأنها كتبت تزييف ومجرد تجريد للواقع، زيفت الواقع وكتبت إيه ما لم يحدث، وكذبت بعض الكلام والأقوال التي ليس كل الصحف حدثت إن معاذ عامل مشاجرة مع مكواجي، لكن هو ما كانش معاذ، ما كانش طرف. كل اللي فاهم كان فاهم الخطأ، معاذ ما كانش طرف في المشكلة ديت، طرف في المشكلة كهربائي، لكن معاذ كان قادم صلاة العصر مواطن عادي. فاحنا بعد كده بعد وفاة معاذ طبعا أهل القرية والبلطجية، بس الأهل القرية طبعا في بلطجية نزلت من خارج القرية. البلطجية ديت قاموا بالتخريب والسلب والنهب في القرية طبعا، استغلوا الحدث طبعا. لكن كان والدي في ذلك الوقت لما رجع من جنازة معاذ، أول ما رجع كان بيحمي الكنيسة، وهو أثناء ما هو بيحمي الكنيسة جاءت بعض الحجار فوق رأسه، فأصيب في رأسه بحدث بسيط كده. فجه بالقرية المحافظ، حضر المحافظ لتهدئة الأوضاع بالقرية، حضر عندنا وزير الداخلية لتهدئة الأوضاع بالقرية، حضر مدير الأمن لتهدئة الأوضاع بالقرية، حضر كل الصحف والمجلات وجميع المواقع حضرت بالقرية. لكن كان هدفنا واحد، بعد وفاة معاذ احنا بننتظر القضاء، ونعلم والله يعلم ان في مصر قضاء لا يخشون الا الله. بننتظر من القضاء طبعا ان يكون قضاء عادل، لان لو القضاء ما كانش قضاء عادل وجاء بالقصاص فسوف نقتص بأيدينا. انا عرب وأرياف منتظرين القضاء ان هو القضاء هيعطي ايه. القضاء دلوقتي معاه 4، في النائب العام امر باستعجال هذه القضيه، وقضيه فتنه طائفيه. ماذا يحدث بعد الحكم على هؤلاء 4 المتهمين بقتل معاذ؟ ماذا يحدث لو قاضي من القضاء اعطى لكل واحد 5 سنوات او 10 سنوات او 15 سنه او 25 سنه؟ ماذا تكون حال القريه بعد رجوع النصارى بالقريه مره اخرى وأمن حياتهم؟
لان ما عدا اسره المتهمه اللي هو المتهمين، الاسره المتهمه دي اسمها اسره سامي نسيم، اللي هو وائل واخوه سامح وابن عمهم يوسف وسامي اللي هو الاب، ممنوعين دولت اللي هم يدخلوا القريه طبعا. فانا بطلب برضك من القضاء ان هو يكون قضاء عادل حتى لا تدخل في مشكله سياسيه في الدوله، ومشكله فتنه ايه طائفيه، لان دي كانت حياه بشر، واغلى حاجه في الدنيا حياه بشر. احنا مش هنقبل اي تعويضات ولا مالين الدنيا. فان القضاء ادى الاعدام راح جمهوريه مصر العربيه من الفتنه الطائفيه التي ممكن ان تشعل وتحدث مره اخرى. فبطلب ان القضاء يكون قضاء عادل والقصاص.